مرحبا بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. منورنا كابتن ناصر. تحياتي ليك كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، تحياتي لنجوم كبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن عادل عبد الرحمن، وكابتن سامي حسني. اهلا بيك كابتن. هلا كابتن. الله يخليك كابتن ايمن. يعني مبروك النادي الاهلي على الفوز، ان شاء الله بامرك يا رب ان شاء الله يعوض باذن الله. عندنا شوط ثاني ان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يعوض وياخد البطوله. ولكن كابتن ايمن خلي بالك، النهارده نتكلم على مباراه، هذه المباراه ده نهائي نهائي، يبقى انت النهارده لما بتيجي تختار حكم لابد انك انت تختار حكم بمواصفات هذه المباراه. مبدئيا المباراه النهارده كانت اكبر من الحكم الشرماني كابتن عادل، خلي بالك انا بتكلم كلام عام وهجيب لك الحالات، ولكن بشكل عام النهارده المباراه تقيله قوي قوي على الحكم. حكم ما عندوش خبرات، حكم حتى عنده مشكله في التحرك، متردد في القرارات. الفار النهارده ما ساعدوش، يعني النهارده لما بحط على الفار حكمين كبار هيثم قراط ومصطفى غربال، للاسف الحاله الوحيده كابتن علي اتدخلوا فيها اللي هي قرار ركله جزاء اللي هو الخاطئ، ولكن بعد كده مش شرط الفار في كل احداث المباراه. خليني اقول لك ان قرارات تحكيم النهارده كابتن عادل اثرت في نتيجه المباراه، او بمعنى اصح على الاقل رجحت كافه الوداد نتيجه الشخصيه التحكيميه الضعيفه، التردد في اتخاذ القرارات. الحكم خايف ما عندناش قناعات بيه، ما اداش مردود طيب. خلي بالك، وكانت اول حاله عندنا كابتن ايمن، وحاله من الحالات مهمه جدا جدا. يعني بنيجي نشوف الحاله ديت وانا بستغرب فين غربال وفين هيثم قراط فيها، اللي هي الحاله الاولى. نشوف الحاله الاولى كابتن معانا هنا، وهنشرح بالظبط يا كابتن عادل الفرصه المحققه او مفيش فرصه محققه. هنا بيرسي تاو اهو، واحده واحده موجود كابتن علي هنا. لو فتحنا الكادر شويه، في لاعب النادي الاهلي هنا كابتن علاء، كابتن عادل هنا. ده اخر مدافع كابتن موجود، ومش اوف سايد كمان. لا ده قبل خط، لا ده نص ملعبك يا كابتن. انا بس هوريك ازاي. ايوه، اللي هيقول لك ان دي مش فرصه محققه، انا اقول له لا، فرصه محققه. حتى لو بيرسي تاو دي لو عدت وخد وسند المسافه، كان هيحط للي جاي يا كابتن عادل اللي هو في الطرف اللي هنا ده لوحده انفراد. طيب بنتكلم على الفرصه المحققه، ايه معاييرها؟ نتكلم على تمركز المدافعين. هنا ده كان اخر مدافع، يعني مفيش مدافع هنا تاني ورا، كان اخر مدافع اللي هو لعب الكره بايده، ده كان اخر مدافع من نادي الوداد. نتكلم على السيطره، وزي ما قلت هنا هتعدي بس هيلف ويحط للي جاي. خلي بالك تفرق كتير جدا لو اللاعب ده مش موجود يا كابتن اسامه، لاعب النادي الاهلي اهوت، لو انت شايفه ده موجود قبل المنتصف، حتى لو بيرسي استلم وتاخر عشان المسافه طويله كان هيحط كابتن علاء للي جاي. أيوة. كان هيروح انفراد. انا شايف ان هنا فرصه محققه، نتكلم فيه النتيجه كانت 2-0، بطاقه حمراء مباشره، وللاسف الشديد هنا الفار كان يجب هنا استدعاء الحكم في اشهار البطاقه الحمراء مباشره للاعب الوداد نتيجه منع فرصه لتسجيل هدف ومرصة حقيقه للاعبي النادي الاهلي. انت معاك يا كابتن اسامه؟ معاك. تاني نقول تاني، راجل الكره بتتعمل بايد، لو الكره دي عدت هنا، لو عدت وراحت، مين اقرب للكره؟ ادي واحد وفي لعيب هناك، يعني فرصه محققه بكامل الشروط اللي موجوده، مش بس عشان بيرسي تاو، عشان بيرسي تاو وهذا اللاعب اللي هو ناحيه الشمال اللي هو اللاعب النادي الاهلي. طب هل في بيبقى في تقدير للمسافه في حته الموضوع الطارد ده يا كابتن؟ انا حليتها لك يا كابتن. انا قلت لك لو اللاعب ده كابتن علاء وانت لعبت كوره، لو بيرسي تاو هنا بس لوحده هقول ممكن المسافه طويله، وعقبال ما يعدل ويروح ممكن لو حد سبرنتر اكتر هيعديه. ايوه انت معايا؟ ايوه. انا اقنعتك بايه؟ قلت لك لو بيرسي تاو سند ومش هيقدر يجري، اللاعب هنا في هنا شايفه هيحطها جون رايح خلاص، بانها قطعت مسافه من هنا بالكوره للاعب. انت معايا يا كابتن؟ لو رجع تاني كده هنجيب لو الكادر اتفتح شويه، لو هو بيرسي استلم ومش هيقدر يروح سبرنت، او اللاعب ده ممكن يروح كان هيحط الكره رايحه للي جاي الناحيه كابتن اسامه، للي جاي بسرعته بقى قبل منتصف الملعب كان هيجيب جون. انما لو لاعب واحد مثلا، لو بيرسي تاو بنتكلم بقى نقول ممكن او مش ممكن بالنسبه للمسافه كابتن ايمن اللي انت بتتكلم فيها. ايوه كابتن. ولكن انا قناعاتي بايه؟ ان هنا بيرسي هيستلم، لو مش هيقدر يروح هيحط للي جاي من الناحيه الثانيه اللي هو على خط المنتصف او قبل 15 يارده هيروح يجيب. طب السؤال هنا يا كابتن، هدف. هل من حق الفار يتدخل في لقطه زي دي؟ ده مفيش كلام،
لقطه من اللقطات المهمه. انا قلت لك النهارده الفار ايه؟ الفار النهارده كان موجود في ركله الجزاء اللي هي احتسبت للنادي الاهلي اللي هي غير صحيحه، دي الحاله الوحيده بس، ولكن في حالات ثانيه الفار لم يتدخل فيها. وانا بتكلم النهارده الحكم النهارده كان سبب في حاله طرد صحيح، اتكلم في النادي الاهلي كسبان 2-0. هذه الحاله اكيد 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 لو الراجل ده اتطرد هتؤثر كابتن ايمن في المباراه، مجرى المباراه، تدي ارتياحيه في اللعب. دي اول حاجه معانا للحكم. الحاله الثانيه هنا حسين الشحات، بنتكلم في الكره في الهواء كابتن علاء، انا من حقي كلاعب كابتن اسامه اروح للكره صح، تمام، مش اعتراض المنافس، انا ما اعترضتش، ولكن لما بنيجي نقول ان اللاعب المهاجم يحط جسمه قدام المهاجم او قدام المدافع، واحنا قلنا ذكاء المهاجم هنا ايه؟ هو هنا حسين الشحات حط جسمه هنا قدام المدافع، بصرف النظر بقى انا رحت ولكن انا لم ارتكب خطا، يعني حسين الشحات لما راح هنا لم يرتكب خطا، هنا الراجل هنا ارتكب خطا باهمال بالظبط، ارتكب خطا باهمال، لم يجع في لعب الكره، وبالتالي هنا كان يجب، كان يجب، هو ما حسبش وكان متردد فيها جدا جدا. انا بتكلم برضك على الغربال، كان يجب فار. على الاقل يا جماعه النهارده دي حاله تحكيميه، انا شايف ان هنا خطا باهمال من لاعب الوداد ضد حسين الشحات كان يجب حتى على داخل منطقه الجزاء، داخل منطقه الجزاء، ركله الجزاء انا شايف طبعًا ان هي ركله الجزاء لم تحتسب ركله الجزاء صحيح، لازم يروح يشوفها بالفار يعني النهارده الكره اللي اتسددت وواضحه لازم الفار ينده، الفار هو اللي جت جت في راس المدافع راح يشوفها بالفار، الفار اللي بيطلبه اسامه، الفار هو اللي طلبه يا اسامه، كابتن نصر بيقول لك الفار كان لازم يطلبه، تعال شوف ان دي فعلا يعني لعبه جدليه شويه، ما هو ما يقدرش يروح لوحده، لكن هو لازم الفار يطلبه، كان صح كده؟ بالظبط، انا قلت لك النهارده كابتن بنفس الكلام كابتن اسامه، الفار تدخل في القرار الخاطئ ايوه بالظبط، ولكن لم يتدخل في حاله الطرد بالظبط، لم يتدخل في لعبه الشحات، ودي علامات استفهام، خلي بالك يا كابتن، انا بقول حكم ضعيف، تعيينه في هذه المباراه غير موفق بالكامل، هذه المباراه ثقيله عليه ادي، وحتى الفار يا كابتن، وهنا الفار حتى الفار معلش الفار النهارده انا ليه حاجات يعني زي ما قلت لك حاله الطرد دي طرد، انا من وجهه نظري ببطاقه حمراء ومباشره كانت اثرت في نتيجه المباراه. دي الحاله الثانيه يا كابتن اسامه، ركله جزاء لم تحتسب لحسين الشحات. تعال اقول لك على حاجه ثانيه في الحاله اللي جايه نشوف هنا، دي الحاله الوحيده اللي الفار تدخل فيها، الحاله الواضحه واضحه اللي هي واضحه جدا ايوه، ولكن هنا طبعا الحكم هنا احتسب ركله جزاء، طبعا ركله جزاء مش موجوده، كره تصطدم هنا في الراس، وبالتالي هنا كان الفار هنا تدخله في هذه الحاله كان تدخل سليم صحيح. ولكن انا بسال سؤال، طب فين الحاله اللي هي الطرد؟ طب فين حاله حسين الشحات؟ لا النهارده التحكيم يا كابتن سواء كان حكم الميدان او حكم الفار عليهم علامات استفهام، يعني يا ريت يشوفوا المباراه تاني في الـ بعد الـ بعد الـ بعد ما يروحوا كده يشوفوا المباراه واللقطات اللي هي موجوده ديت. الحاله اللي بعد كده دي الحاله اللي احنا اتحيرنا فيها برضه يا كابتن، للاسف الشديد يا جماعه فين التصوير؟ سيء تصوير، يعني انا النهارده لقطه بتجيبها لك يا كابتن اسامه، الرجل هنا تنزل على الفاضي، ولقطه بتجيبها لي كابتن شريف الرجل بتبقى بتلمس، التصوير مش موضح يعني ولا بيعيد، وانا بتكلم على المخرج يعني، يعني المخرج انا ما اعرفش والله بتكلم، هذه الحالات غريبه جدا يعني سيء. انا مش شايف لقطه سيء، لقطه بجد غريبه، المخرج في ماتش الرجاء في المغرب كره كهرباء ما عادهاش، المخرج المغربي هناك وشوف هناك كم لقطه ديانج اللي اتحسب ركله الجزاء بالزبط. جابها من كل الزوايا عشان يبين الحكم ركله الجزاء. طب انا هاكد لك على كلامك يا كابتن اسامه، معتزل شلماني لو تفتكر ركله الجزاء اللي كهربا اللي اتشد كان هو حكم المباراه، اه هتفتكر ايوه فاكرين اللي كانت في الرجاء ماتش الرجاء هناك اللي هو ما حسبهاش اه اللي ما تعادتش ولا مره، ما تعادتش خالص ولا مره ايوه، واللي هي كانت اول المباراه مظبوط في البدايه تقريبا دقيقتين او اول ثلاث دقائق اللي هي حاطط لكهربا في البدايه هناك متطرفه اللاعب راح شادد كابتن شريف، معتز الشلماني ما حسبش، ودي انا بقول ركله جزاء، قلت ان دي ركله جزاء الفار هنا ما سالش، انا بتكلم على الاعاده بتاعت المخرج ما تعادتش ولا مره لعبه كهربا، يعني معتز الشلماني عنده ركله جزاء مسبقه او مسبقه اللي كانت في كهربا لم تحتسب في ماتش الرابعه تمام. كلامك برضو كابتن ناصر، خلينا نتكلم الاول على الحالات التحكيميه وبعدين هكلمك في حاجه ثانيه كابتن، من كتر الحكم المباراه كبيره عليه كابتن يعني ماركوس. التركيز مش موجود بالظبط، تركيزه هو يعني خوفه من المباراه، مباراه ثقيله عليه، مضيع له حاجات كتير جدا جدا، مضيع له التركيز في ان هو يبقى بيجري
دخل في تمركز خاطئ اكتر من مره، دخل في محيط اللعب اكتر من مره، حكم مضغوط. طول ما الحكم مضغوط اخطائه هتبقى كتيره كتير. مظبوط، مضغوط من المباراه، مضغوط من الجمهور، المباراه تقيله قوي قوي قوي. ليه؟ ما عندوش خبرات يا كابتن شريف. خلي بالك الخبرات بتيجي من ايه؟ انك انت كحكم بتلعب اكتر من مباراه في هذه الاجواء بتتعود عليها. النهارده الراجل ده اول مره يلعب في هذه الاجواء الجماهيريه، وبالتالي يعني انا بقول النهارده تعيينه غير موفق في هذه المباراه. تمركز خاطئ طبعا للحكم، وهنا قاعد يفكر شويه هيدي الاسقاط لمين. ده من ضمن التركيز القليل، يعني وقف شويه كده واستنى هدي الاسقاط لمين. هل هديه لبتاع الوداد ولا هديه لبتاع حسين شحات؟ راح ازعله في الكره دي. بقول لك يا كابتن ناصر، اتفضل. الحكام دي ربنا بيكشفها لك في حاجات معينه كده. اداك 8 دقايق وقت ضايع، اداك 5 الشوط الاولاني، الشوط الاولاني الولاد بتوع الوداد ضيعوا الخمسه وضيعوا الثمانية والباشا صفر عند الثمانية. يعني شاف ثلاثة بيقع، كل كورة بتلعبها أنت في الثمان دقايق اثنين بيقعوا من كل كورة اثنين بيقعوا، ضيعوا لهم بتاع 5 دقايق في الثمان دقايق، والباشا عند الثمانية بالظبط. فالنية واضحة، تيت تيت تيت، خلاص خلص الماتش. هو عايز الماتش يخلص، هو جه الماتش على هواه بالظبط، على الشكل اللي يتمناه يطلع بيه بهذا الموضوع. تاكيدا لكلامك كابتن شريف، يعني هقول لك يا كابتن، من بدايه المباراه كابتن اسامه كابتن علاء، الحكم هو بيساعد على تهدئه اللعب. مظبوط، استئنافات. مظبوط، دايما هو بيعطل اللعب زي ما يكون بيضيع وقت. هو عايز يعطل اللعب، ابتدى يشك فيه في البينالتي انه عارف انه مش بينالتي عشان يضيع وقت. يعني بيكسر رتم اللعب. نعم، بيكسر رتم اللعب بالظبط كده. يعني احنا بنشوف حكام بتخلي اللعب يتواصل ويبقى فيه متعه للمشاهد ومتعه للاعبين. ده كان سبب في ان هو يعطل اللعب في اكتر مره، خاصه الشوط الاولاني. صحيح. اعتراضات وساعد في عدم استئناف اللعب بشكل كبير. بقول لك دي بتيجي نتيجه الشخصيه الضعيفه، هو عاوز المباراه تمشي دايما هاديه، ما فيش فيها الهجمات عشان خاطر ما يبقاش فيها اخطاء تحكيميه. دي يمكن الحاله المهمه. لو في حاله معانا هنا، دي حاله من الحالات المهمه جدا، استخدام المرفق واضحه جدا هنا مع مروان عطيه من اول ماتش. دي اول دقيقه يا سيدي. انا ماليش علاقه باول دقيقه او ثاني دقيقه، هنا في مخالفه تستحق البطاقه الصفراء نتيجه التهور يا كابتن علاء. صح، ما عنديش حسابات. عندنا مشكله يا كابتن علاء، احنا في اول مباراه بنخاف ندي الانذار، هنا بطاقه مستحقه للاعب الوداد، هنا استخدام، هنا نشوف هنا الايد ونشوف الدراع ونشوف الكوع، هنا احتسب مخالفه ولم يشهر بطاقه. حاجات كتير انا جايب يمكن ابرز اللقطات، ولكن انا بقول سبب من اسباب الرئيسيه في اللي المباراه لم تنجح تحكيميا هي تعيين الحكم. انا بقول ان هي المباراه ثقيله قوي قوي عليه. كويس، بملك. اتفضل. الماتش الجاي بملك تسيما. بص يا كابتن، كان حضرتك ليك عليه اعتراضات كتير جدا قبل كده. مين ده اللي جاي؟ بملك. بملك بملك هو حكم هيعتزل. هعتزل دي تقلق. هذه المباراه دي تقلق اخر مباراه ليه. وانا هنا بتكلم في بملك، حكم من الحكام اللي لهم خبرات كبيره. مظبوط. بملك يدير مباراه، بقول لك بيديرها كابتن حسين اسامه. انا بس في حاجه هيدير تانية. المباراه في حاجه ثانيه، في فرق ان كلمه الاداره دي في ناس كثيره تفهمها. اداره. اتفضل يا كابتن حسين. فيكتور جوميز السنه اللي فاتت مش كانت برضو المباراه النهائيه الختاميه دي كانت الاهلي والوداد؟ صح. طب اشمعنى النهارده كل حكم انت عايز تكرمه؟ بالظبط كده. يعني السنه اللي فاتت فيكتور جوميز برضو كان اتقال نفس الكلام ده، فيكتور جوميز المباراه الختاميه ليه في مشواره، وجابوه في ماتش الاهلي والوداد هناك. دلوقتي بس هي دي المباراه الاخيره للبملك؟ لا، تكريم. يعني هو اخر مباراه بالنسبه له هيعتزل فيها. ولكن في حاجه مهمه عايز اقول لك عليها. اتفضل. زي ما قلت، اتمنى من بملك ان هو يحكم المباراه بالعداله التحكيميه وليس بالاداره التحكيميه. الاداره مطلوبه في التحكيم، ولكن خلي بالك عشان النهارده احنا قلنا ايه؟ اللاعب يكسر رتم اللعب. أيوة. لا، خلي اللعب فير، احتسب قراراتك كلها، لا تدير بشكل انك انت تودي هنا او تودي هنا. الحاجه اللي يمكن مطمناني سنه، بقول سنه، ان دي مباراه ختاميه بالنسبه له. هذه مباراه اعتقد كل العين على الدولي موجود. أيوة. الاتحاد الدولي موجود، كل رئيس الاتحاد الدولي موجود، وكل الاعضاء سواء الاتحاد الافريقي موجودين. هيبقى صعب جدا جدا، ده من وجهه نظري، ان يعني يحدث اي شيء، ولكن نتمنى ان هو يوفر الحمايه كابتن اسامه للاعيب الاهلي. المباراه هناك اجواءها صعبه جدا، لو انت في البدايه ما وفرتش الحمايه وخليت لاعيب الاهلي النهارده تطمن ليك، اكيد المباراه هتروح في سكه ثانيه. ثاني بنقول من هنا القرارات التحكيميه اثرت في نتيجه المباراه، نتيجه حالتين مهمين جدا، حاله الطرد زي ما قلت انا شرحتها، وحاله ركله جزاء حسين الشحات كان لابد من استدعاء الفار فيها كابتن ايمن. بنقول
شوت ولعبت لنا قادرين على ان هم ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمهم ويعوضوا في المباراه باذن الله يا كابتن. شكرا جزيلا كابتن نصر شرفتنا. شكرا شكرا. نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار بعد الفاصل، انتظرونا.